السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة أقدمها لمن هو ممسوس أو مسحور أو معيوم، مهما طال مدة العلاج ومهما تأخر، يجب عليك أولا أن تتيقن يقين جازم بأن الشفاء بيد الله عز وجل، ثانيا أن الشفاء قادم بإذن الواحد الأحد، فلا تصاب بعجز أو تقاعد، تكاسل، تقاعس أبدا. احرص واجتهد كأنك بدأت العلاج من هذه اللحظة. النقطة الثالثة، استمر في البرنامج، استمر في قراءة القرآن، استمر في الرقية الشرعية، استمر فيما ورد في السنة النبوية من وسائل وطرق، سواء كانت رقية أو كانت أعشاب طبية، زيت الزيتون، تمر العجوة، ماء زمزم، الحلتيت، قسط البحري، كل ما ورد فيه السنة من أمور حاول أن تطبقها وتستعملها، لكن من غير إفراط ولا تفريط. لا تدري في أي لحظة يأتيك العلاج والشفاء. النقطة الرابعة أنه العلاج قد يطول، لأن السحر أو المس أو العين قديم، فينبغي أن تستمر لأن فترة طويلة وأنت تعاني، ربما لم تكتشف أنك مصاب بأذى من جن، فلم تجتهد في الرقية الشرعية، وعليه بارك الله فيك. احرص كل الحرص أن تجتهد وتكون على قدم وساق في التمسك بالعلاج والرقية الشرعية. خامسا، الدعاء ثم الدعاء الدعاء، فاحرص واجتهد وابحث عن أوقات الإجابة. نحن الآن في شهر رمضان، شهر الفضيل، دعوتان، عند الإفطار دعوة مستجابة، عند قيام الليل، على الأشهر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، احرص أن تجتهد في بارك الله فيك وتطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مسلم ومسلمة وكل من هو مصاب بأذى من جن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفقني الله وإياكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.